نشرة الأخبار من قناة الأخبار المغربية M24. مشاهدينا أهلا بكم. بأمر من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، استقبل صاحب سمو الملك ولي العهد الأمير مولاي الحسن اليوم الجمعة بالقصر الملكي بتطوان الأطفال المقدسيين المشاركين في الدورة 15 للمخيم الصيفي الذي تنظمه وكالة بيت مال القدس الشريف. وتعكس هذه المبادرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس والتي تشرف عليها وكالة بيت مال القدس الشريف العناية الدائمة التي يوليها جلالة الملك حفظه الله للمدينة المقدسة وسكانها، كما تأتي لتعزز عمل الوكالة الذي يتوخى دعم مدينة القدس الشريف وسكانها من خلال المشاريع المتعددة ذات الأثر الملموس على المقدسيين لا سيما النساء والأطفال والأشخاص في وضعية صعبة. في موضوع منفصل، أكد المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي عالمي بالدخل أن التعبئة الشاملة تعتبر عنوانا لنجاح عملية الإحصاء العام لسكان والسكنة 2024 التي ستنطلق يوم فاتح شتنبر المقبل. تقرير لشيماء بكا. في إطار عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 التي ستنطلق يوم فتح شتنبر المقبل، أكد المندوب السامي للتخطيط السيد أحمد الحليمي عالمي خلال لقاء نظم بالداخل أن التعبئة الشاملة تعتبر عنواناً لنجاح هذه العملية. وخلال هذا اللقاء المندرج في إطار جولة تنطلق من مدينة الداخل لتشمل مختلف ربوع المملكة بهدف تسليط الضوء على العملية الإحصائية، أكد السيد الحليمي أنه تم توفير كل الشروط الضرورية من أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل 10 سنوات، وذلك تنفيذا لتعليمات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالة الملك محمد السادس الموجهة إلى رئيس الحكومة. كانت هذه مناسبة باش نطرقوا لجميع الجوانب العملية واللي كان فيها تجاوب كبير ما بين العروض ديال المندوبية السامية للتخطيط وجميع الفعاليات اللي موجودة في المنطقة. المندوب السامي للتخطيط أضاف بهذه المناسبة أن الأعمال الخرائطية التحضيرية تعتبر ضرورية لإنجاز الإحصاء وضمان شموليته، موضحا أن هذه الأداة تميزت برسم إحصاء 2024 باعتماد نظام معلوماتي مندمج مكن من تحيين محتوى الخرائط الرقمية والتوطين الخرائطي للبنايات والمنشآت الاقتصادية والتجهيزات الجماعية باستخدام اللوحات الرقمية والاعتماد على صور الأقمار الصناعية عالية الدقة. الحمد لله العملية استمرت قرابة سنة، يعني من أفريل 2023 حتى نهاية مارس 2024، ومكنتنا أننا نكون تقريبا 37,109 منطقة إحصاء اللي تعتبر رقعة جغرافية لها حدود واضحة تتعهد الباحث أثناء إنجاز الإحصاء. وتعد عملية الإحصاء العام للسكان والسكنة بمثابة الأساس المرجعي الذي يتيح توفير معلومات تمكن من تحديد القدرة على النمو بالنظر لطبعها الشمولي، ستسمح بتحديد وضعية كل فرد مقيم بالمملكة وكذا ظروفه المعيشية ووضع البلاد من مختلف النواحي وعلى كافة المستويات. هذا وقام المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي عالمي اليوم الجمعة بالداخل بزيارة لمركزين يحتضنان تكوين المراقبين والباحثين المشاركين في الإحصاء العام للسكان والسكنة الذي سينطلق يوم فتح شتنبر المقبل. وبهذه المناسبة قال السيد الحليمي في تصريحات، قال إنه خلال زيارته لمدينة الداخل المحطة الأولى في إطار جولة ستشمل عددا من جهات المملكة، عقد سلسلة اجتماعات مع نحو 400 باحث ومراقب من المشاركين في عملية الإحصاء بجهة الداخل وادي الذهب، مبرزا أنه لمس لديهم حس الجدية والمسؤولية والاستيعاب التام لهذه العملية الإحصائية التي تتم لأول مرة بكيفية مرقمنة بالكامل. وأضاف السيد الحليمي الذي كان مرفوقا على الخصوص بعامل إقليم أو سرد ورئيس مجلس الجهة وعدد من المنتخبين أن روح التعبئة الذي أو التي يتحلى بها مختلف المشاركين في هذه العملية الإحصائية تبعث على الاطمئنان بنجاح الإحصاء العام للسكان والسكنة السابع من نوعه الذي تنظمه المملكة.
يستفيد المراقبون والباحثون المشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 على مستوى إقليم ترودانت من تكوين انطلق مؤخرا في إطار المرحلة الثالثة من التكوين التي تمتد إلى غاية 27 من غشت الجاري. لنتابع. أزيد من 1000 مراقب وباحث يشاركون في الإحصاء العام للسكان والسكنة 2024 على مستوى إقليم تارودانت. ومن أجل إنجاح هذا الاستحقاق الكبير الذي دأب المغرب على إنجازه كل 10 سنوات، يستفيد هؤلاء الباحثون المشاركون في تكوين يمكنهم من التركيز على التطبيق المعلوماتي في مختلف مراحله. احنا اليوم في المركز ديال التكوين الاحصاء في صدد الدورات التكوينيه باش نحاولوا اننا نعرفوا المجريات اللي بوسيبل اننا نديروها في الميدان، كيفاش اننا نتعلموا ونخدموا بلي طابلات، خصوصا انه في هذا الاحصاء الحالي دخلوا لنا الرقمنه وحاولوا اننا نستعملوا لي طابلات باش يسهلوا لنا الماموريه. هذا المركز هذا كون باحثين في اطار الجديد ديال الاحصاء اللي تنسميه الاحصاء بالمواد الرقميه، عوض الرقم عوض الإحصاء بالمواد اللي هي ورقية اللي كانت في 2014. هذه الدورة التكوينية تندرج ضمن برنامج تكوين الموارد البشرية التي ستقوم بعملية الإحصاء العام للسكان والسكنة على مستوى المنطقة في شتنبر المقبل، إذ سيتم خلال هذا التكوين الذي يجرى على صعيد 10 مراكز على مستوى إقليم تارودانت من تكوين 1193 باحثا ومراقبا. نحن الآن في المراحل النهائية لهذا التهيئ، والمتمثلة في المرحلة الثانية التي هي تكوين طاقم الإشراف الجماعي والمراقب المكونين، التي استفاد منها 85 شخص، والآن بصدد المرحلة الثالثة والتي يستفيد منها الآن 1193 شخص. المندوبية السامية للتخطيط كانت قد أعدت تكوينا مزدوجا للموارد البشرية المسؤولة عن تنفيذ عملية الإحصاء، وقد تم إجراء التكوين النظري الأول وعبر الإنترنت في الفترة ما بين 15 مارس و15 يونيو الماضيين، في حين أن التكوين الحضوري مقسم إلى 3 مراحل. وطنيا، دائما أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه تم تحديد فترة استخلاص مصاريف الحج لموسم 1446 هجرية بالنسبة للتنظيميين معا في الفترة ما بين 22 من شتنبر 2024. وأنهت الوزارة في بلاغ لها اليوم الجمعة إلى علم المواطنات والمواطنين المنطقين في قرعة الحج لموسم 1446 هجرية أنه تم تحديد فترة استخلاص مصاريف الحج بمكاتب بريد بنك بمختلف عملات وأقاليم المملكة بالنسبة للتنظيميين معا ابتداء من يوم الاثنين الثاني إلى الجمعة 20 من شتنبر 2024 مع قبول الشيك المصادق عليه. كما أشارت إلى أداء المواطنات والمواطنين المنتقين في قرعة الحج ضمن لائحة التنظيم الرسمي مبلغا تقريبيا قدره 65,000 درهم، على أن يتم لاحقا تحديد الكلفة النهائية للحج إما بزيادة أو بالنقصان. وأضافت أنه يتعين على المعنيين بالأمر التقدم شخصيا إلى مكاتب بريد بنك مصحوبين بشهادة الانتقاء وبطاقة التعريف الوطنية. دوليا، اختتم الحزب الديمقراطي الأمريكي أشغال مؤتمره الوطني في شيكاغو بقبول كامالا هاريس ترشيح الحزب لها للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل، وذلك في خطاب عرضت فيه رؤيتها وأولوياتها. لنتابع. الحزب الديمقراطي الأمريكي يختتم أشغال مؤتمره الوطني في شيكاغو بقبول كامالا هاريس ترشيح الحزب لها للانتخابات الرئاسية المقررة في 5 نوفمبر المقبل. وفي خطاب لها أمام جمهور غفير، عرضت هاريس رؤيتها وأولوياتها، مؤكدة بنبرة تفاؤل أنها في أفضل موقع لتوحيد الأمة ضد منافسها الجمهوري دونالد ترامب. خطاب هاريس جاء تتويجا لشهر كامل منذ دخولها السباق الرئاسي بعد انسحاب الرئيس
الرئيس جو بايدن، واستغلت المرشحة الديمقراطية التي لم تجري أي مقابلات أو تعقد أي مؤتمرات صحفية حتى الآن خطاب قبولها للترشح الذي يعد لحظة تاريخية في الحياة السياسية الأمريكية لتخاطب جميع الأمريكيين مباشرة. وحددت هاريس خلال خطابها هذا ما اعتبرته الطريق الجديد للمضي قدما في مواجهة منافسها، واعدة ببرنامج يوفر فرصا اقتصادية ويحمي الحريات الأساسية. أكدت تقارير إعلامية بتايلاند فقدان 9 أشخاص أمس الخميس إثر تحطم طائرة كانوا على متنها في غابة بجنوب شرق العاصمة بانكوك. وذكرت وسائل الإعلام المحلية اليوم الجمعة أن عمليات البحث عن الركاب 9 لا تزال متواصلة، حيث يرجح أنهم لقوا مصرعهم. ننتقل مشاهدينا إلى بنغلاديش، حيث أفادت وزارة إدارة الكوارث والإغاثة في البلاد بأن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا مصرعهم جراء الفيضانات التي تشهدها مختلف أنحاء البلاد والتي تضرر منها نحو 4 ملايين شخص ونصف آخرين. وذكرت الوزارة في بيان أن حوالي 190 ألف شخص آخرين نقلوا إلى مراكز إيواء مؤقتة، مشيرة إلى أن 11 من أصل 64 منطقة إدارية تضررت من هذه الفيضانات. دوليا دائما، أصدر مكتب الأرصاد الجوية البريطاني تحذيرا باللون الأصفر بعد أن ضربت العاصفة ليليان معظم أنحاء شمال إنجلترا واسكتلندا وويلز. العاصفة تسببت في قطع الطرق وتعطيل حركة السير. تقرير لشيماء بكا. هي مشاهد تلخص وضع مدن واقعة بإنجلترا، انهيارات أرضية وطرق مقطوعة، وضع كارثي عاشته البلاد بسبب العاصفة ليليان والتي تسببت في تعطيل عدة رحلات، كما أدت إلى تدمير العديد من الطرق والجسور وغيرها من البنية التحتية. عمال الطوارئ يصلون الليل بالنهار لإزالة الأشجار المتساقطة من الطرق بسبب الرياح القوية والأمطار الغزيرة التي عرفتها مدن شمال غرب إنجلترا. كما واجهت خدمة ترام في مدينة مانشستر اضطرابات بعد أن غطت الأشجار المتساقطة المسارات. مكتب الأرصاد الجوية البريطاني من جانبه أصدر تحذيرات باللون الأصفر، داعيا المواطنين التزام منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة خشية تفاقم الوضع. أعود مشاهدينا للأخبارية الوطنية، حيث تم باستمرار التدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية، وذلك بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب. باقي التفاصيل في سياق التقرير التالي. بمناسبة تخليد ذكرى ثورة الملك والشعب وذكرى عيد الشباب، تم بمدينة سمارة تدشين وتفقد عدد من المشاريع التنموية، منها تدشين مقر المندوبية الإقليمية للمقاومة وأعضاء جيش التحرير على مساحة 600 متر مربع بكلفة تقدر ب 1.4 مليون درهم. تم تدشين مقر النيابة الإقليمية الجديدة بإقليم سمارة، وهو مرفق وصرح إداري مهم جدا، سيخلق طفرة إدارية نوعية بهذا الإقليم، وطبعا سيقدم خدمات يعني إدارية جيدة لكافة المرتفقين وأسرة المقاومة للتحرير. بجامعة سيدي أحمد العروسي تم تدشين مشروع كهرباء متجر وادي السقي الحمراء. المشروع يندرج في إطار برنامج تدارك الخصائص في البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزاً. هذا المشروع يندرج في مصلحة المواطنين ومصلحة حي الساكنة، وكان الحمد لله هذا المشروع كنا نحلموا به لمصلحة الحمد لله على أرض الواقع، وكان موجود الحمد لله وعطى انطلاقة الضوء بصفة رسمية الحمد لله. كما تم بالمناسبة تقديم برنامج بناء الملحقة الإدارية الثانية والملحقة الإدارية السادسة، وكذا تفقد مشروع إعادة تهيئة الملحقات الإدارية الرابعة والخامسة والسابعة. انطلقت بتطوان فعاليات الدورة 12 لمهرجان أصوات نسائية المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. الهدف من هذا المهرجان في تقرير لرضوان مستقيم. مسرح إسبانيول بتطوان، حيث رفع الستار على فعاليات الدورة 12 لمهرجان أصوات نسائية
المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. حفل افتتاح هذه الدورة الذي تميز على الخصوص بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، عرف تكريم كل من رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أمينة بوعياش، ورئيسة المجلس الجهوي للسياحة بجهة الشمال رقية العلوي، والإعلامية زبيدة فتحي، ورئيسة جمعية سند لرعاية العجزة وذوي الأمراض النفسية نعيم البوحاتي، بالإضافة إلى تعاونيتي فيجيتا لاند وأغصان. L'association Voix de Femmes qui a été créée en 2008. جمعية أصوات نسائية التي تأسست سنة 2008 تعود من جديد للاحتفاء بالإبداع الفني النسائي من خلال مهرجان أصوات نسائية في دورته 12، وذلك تحت شعار المرأة شريكة أساسية من أجل تغيير مستدام. شعار الدورة يتماشى مع توجيهات الملكية السامية التي تسعى إلى تعزيز حقوق المرأة المغربية أكثر فأكثر، وتحسين أوضاعها الاجتماعية ودعم دورها الحيوي في التنمية المستدامة وتحديث المجتمع المغربي. جمهور المهرجان العريض العاشق للثقافة والفن استمتع خلال هذا الحفل الافتتاحي بعرض موسيقي مزج بين فني الفلامينغو والموسيقى الأندلسية. رياضيا، وفي أخبار انتقالات كرة القدم، عاد لاعب الوسط الألماني كاي غوندوغان إلى مانشستر سيتي الإنجليزي، وذلك بعد عام فقط من انضمامه لنادي برشلونة الإسباني وفق ما أعلن عنه اليوم بطل الدوري الإنجليزي لكرة القدم. هذا ونشر السيتي في حسابه على موقع إكس مقطع فيديو لغوندوغان بالقميص الأزرق والرقم 19. وتوج غوندوغان مع سيتي بلقب الدوري 5 مرات، وساهم في قيادته للفوز بدور أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخه قبل أن يتركه الصيف الماضي للالتحاق ببرشلونة. ويذكر أن اللاعب الألماني كاي غوندوغان صاحب 33 عاما خاض 51 لقاء برفقة البلوغرانا الموسم الماضي 2023-2024، وقع فيها 5 أهداف وقدم 14 تمريرة حاسمة استنادا إلى بيانات شبكة ترانسفير ماركت. رياضيا دائما، قدم أتلتيكو مدريد اليوم لاعبه الجديد الدولي الإنجليزي كونور غالاغير كلاعب خط وسط جديد في ملعب متروبوليتانو. ووقع كونور عقدا لمدة 5 سنوات مع أتلتيكو يمتد حتى العام 2029 مقابل 42 مليون يورو تم الاتفاق عليها بين الناديين. اللاعب البالغ من العمر 24 عاما صرح أن المدرب دييغو سيميوني كان أحد الأسباب الرئيسية وراء قدومه إلى العاصمة الإسبانية. هذا الخبر يا رياضي مشاهدين، نكون قد وصلنا لختام هذه النشرة. نشكر لكم طيب المتابعة، في أمان الله.